السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة شروحات المجيدي. شرح اليوم إضافة 2000 اختصار لكيبورد السراب البعيد دفعة واحدة. راح أضع لكم جميع الروابط أسفل الفيديو. نبدأ بالشرح. أولا نفك الضغط عن الاختصارات. استخراج. ندخل الآن على الاختصارات ونفك الضغط. نضغط ضغطة مطولة على الاختصارات. ندخل على هذا الخيار أكثر. استخراج إلى المسار الحالي. موافق. بعد ما فكينا الضغط عن الاختصارات ندخل على هذا الملف وننقل هذا الملف ضغطة مطولة. نقل إلى. نضغط موافق. استبدال. بعد ما فكينا الضغط ونقلنا الملف ندخل الآن على إعدادات الكيبورد ونعمل الاستعادة من الذاكرة. ندخل على إعدادات الكيبورد، نضغط 1 2 3 ضغطة مطولة للدخول إلى إعدادات الكيبورد. ندخل على هذا الخيار النسخ الاحتياطي والاستعادة. نضغط على الاستعادة من الذاكرة. ومبروك عليك الاختصارات. وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك إشعار بجديد فيديوهات القناة.